بخير هاتن رجاء بخير مصيرك ومدعوته أبان هبالي الإعلامي كبيرا وأبخبالي تشتهادين وك بيك هاتيت شغال زايد الأبخارتي السياسية فعالي كان ساحة شغال كان كان أبقى دمكي نزيني صالح تشيهو شاندك يعني وقتك شنغال حتى لا بزراتين حتى تشكرن بيك فا كان كرن اوش بكاتي هر بكاتي هاي شنغالي ده كبش بكاتي تركمان سنة مسيحي تجمع الشيعي شنغال قال بارد دي سياسية الأساسية تسالكي البيدي دو بارد وك حزب التقدم الإزدي حزب الحرية والديمقراطية الإزدي زايدا يمكن اجتماع كردستان كاركي جلك اساسي هذا كلمه جل فتره هذا الباس بيدا وقت فيوندي حكومة عراقي قال هل فرد كذا حزب كذا سياسي هل سر سعاش قالك بحوالي قال جديد هذا كلمه ديتنك ديتنك موحد بيدا داهين رؤيك موحد بربري هل كشك يا مشكلة قال شنقالي هذا بيكو شارع سري قال بيدا ديتن حلول جاربنا أديدن سربي أساسي أفهمال بيك هذا مسؤولية بيك هذا تشين القلبان حسابي السياسي أجاش قناعة بيكو تنسيقي كاشن قال بيت الداني أب تنسيقي جين كان نقطة سركي هنا يا خالد سركي هنا كو مهمة بتنسيقي الخلال بقناعة كنهام تيدا شغله بيت الجيم النهاجك هبال حسين وبيانة تنسيقية وبزمان عربي ويلد أخوان دين وجال قد قلب سباسيات كان نشبه رحاتنا وقلب أمون دستوري خودي نابي بي تنسيقية خير هاتنا همو أحلى مراد عام بدي أخوتكم أم خير هاتنا من لدي أخوتكم وكا شو دخول هاي الشنغالي وكسا خسرية الشنغالي دستاري ببرا الشنغالي همو إيرو مكونات بدل دحادر بوين أم خير هاتنا وانتين كتعيدو بشتبانية بنا بيها يا تنسيقي داقدار بن بأركي خرابن البيدا ميدا الشنغالي بيانا ميجي ويب عربية دخوندن بدستوري خودي بيان تأسيس تنسيقية سنجار للمكونات والقوى الوطنية بناء على تطور الأحداث التي يشهدها قضاء سنجار والحاجة الماسة إلى توحيد جهود كل أبناء المنطقة من القوى المجتمعية والسياسية بهدف ترسيخ الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة. طبعا أخوان من قلت تعايش السلمي ويا الناس الذين لم أيديهم يتلطخ بدماء اليزيدين والعراقيين بصورة عامة، هذا باستثناء هاي الملاحظة في المنطقة، وسعيا في تشجيع النازحين اليزيديين ومن كل مكونات سنجار العودة وإنهاء سنوات النزوح المريرة التي عاشها أبناء سنجار في مخيمات النزوح بعدما تعرضوا له من أقصى أنواع الانتهاكات والإبادة الجماعية على يد أكثر التنظيمات وحشية في العصر الحديث والتي بدأت في آب 2014 ولم تنتهي لحد الآن وبهدف مساعدة الحكومة العراقية والمنظمات الدولية على الإسراع بإعادة إعمار سنجار وتثبيت حالة الاستقرار الأمني والسياسي والمجتمعية وقررنا نحن القوى المجتمعية والسياسية في سنجار تأسيس تنسيقية سنجار للمكونات والقوى الوطنية والتي تهدف إلى تحقيق أهداف أساسية خلال المرحلة الراهنة أبرزها أولاً المساهمة مع الحكومة العراقية والمجتمع الدولي على إيجاد الحلول اللازمة لتشجيع النازحين على العودة إلى سنجار وتجاوز العقبات التي كانت تحول دون ذلك في المرحلة السابقة. ثانياً المساهمة في تثبيت ودعم الاستقرار في سنجار من خلال دعم العائدين إلى سنجار والذين ساهمت عودتهم المتزايدة في إعادة الحياة إلى سنجار وعودة مقومات الاستقرار بشكل كامل في المنطقة. ثالثاً المساهمة في عملية تشكيل الإدارة
الجديدة في سنجار، بما في ذلك المساعدة في اختيار قائم مقام قضاء سنجار ومدراء النواحي وإدارات البلديات بشكل يضمن حصولهم على قبول وتعاون أهالي سنجار ومشاركتهم في تسهيل إعادة إعمار قضاء سنجار من خلال إقامتهم في سنجار بشكل مباشر وتعاونهم مع المجتمع السنجاري في سبيل تحقيق الاستقرار. رابعاً، المساهمة في إعادة صياغة اتفاقية سنجار التي عقدتها الحكومة العراقية السابقة مع حكومة كردستان والتي كانت محاولة تطبيقها رغماً عن إرادة أهالي المنطقة سبباً في توتر الأوضاع طوال أكثر من عامين وثمانية أشهر مرت على عقد الاتفاقية. خامساً، وتسعى التنسيقية إلى دعم الاستقرار والتعايش السلمي في قضاء سنجار بمشاركة كل الأديان والمذاهب والقوميات التي تسخر بها المنطقة وصولاً إلى جميع المشاكل التي تسبب بها هجوم داعش على سنجار والانتهاكات والجرائم التي قام بها في منطقة سنجار. وستسعى تنسيقية سنجار للمكونات والقوى الوطنية خلال هذه المرحلة الحاسمة والمهمة إلى أن يوصل صوت أهالي سنجار بكل مكوناتهم وتوجيهاتهم إلى الحكومة العراقية والمجتمع الدولي وأن يكون حلقة وصل فاعلة بين كل أهالي سنجار. تنسيقية سنجار للمكونات والقوى الوطنية. الأخوان الأسماء والكيانات والأحزاب السياسية المشتركة بالتنسيقية، من المكون المسيحي الأستاذ عيسى شمعون لحدو، من المكون السني الأستاذ عادل سليمان عبود، من المكون التركماني الأستاذ عبد الرزاق رضا، إضافة إلى تجمع شيعة سنجار السيد محمود رضا الأعرجي، حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدي حسين حجي، حزب التقدم الأيزيدي الأستاذ سعيد بطوش قرو، الاتحاد الوطني الكردستاني الشيخ داود جندي الشيخ قالو. وشكرا جزيلا لإخواني لحضوركم، ونشكر الإخوان الذين حضروا لدعم وتأييد هذه الاتفاقية. إخواننا الإعلاميين، إذا لديكم بعض الأسئلة والاستفسارات يتفضل الأستاذ سعيد. دستور أخذ كم زمان خبيبين زمان يشنقال أب تنسيقي هذا الشيء كرين إجبر وضع يشنقال إجبر خدمات إجبر مسير يشنقال أف هيئة نهي إجا انتخابية مرحلة بوقت بمرحلة انتخابية تحالفات تينا شكل عندن أب إجبر أساسيات يشنقال ده إجبر استقرار يشنقال إجبر خدمات عودة النازحين إجبر إدارة إجبر مستقبل يشنقالها ودري به هيئة وبكر يجيبت إيش قومياتي دي در راي ماين يعني كأحزاب وحركاتي دي ترجي يعني إنه كردي شنغال نهادنا يعني ما في كردي شنغال خوب نيرن أو جزء إيش مجتمع شنغال أو خلنا بين جزء إيش سياسة أحزاب شنغال وأحزاب غير شنغال أفت هاتي أساسان نصر أساس سياسة هاتي أساسان نصر أساس مكونات شنغال سر أساس استقرار شنغال سر أساس أباكرنا شنغال مرحلة شنغال نحو حكومة دست بشنغال كريا دست بقضية شنغال وإزدية ومجتمع شنغال هم يكريا يعني اهتمام بيقن ما في اهتمام مقارب المساعدة وان بقن أم جرب نعام المساعد برنامج شنغال بيتا حقيقة دن بس ممنوني وما وقوطا وخوش وز ممنوني خدورة وچهن ما ماشي استاذ سعيد برسارك اشتاك هم نبا ودا في وواقعان بيش بدا من همون ملتزم من ابو اتفاقي ماشي اشتاكي عشوايا دروج دي من بشنغال نابا بلين هو ملت شيبول شنغال اتفاقيا شو ونقدر نسمعها وانهيار و... اكيد هو تشتكي جلستي هاي وصار وقع عنده وهم كانوا بين ملزم بين دا افخل الهيجا بين لقيش مولي حكومة الاراقونين ونشتكي شنغال ربين يعني شي ابتشتكي ما وصاي سطحي ناف نات افتش نور لي دي ايرو نا ايرو شيبي افتش سري سالقي اف برين هاب كوفديشن قلم شا چون بحكومه ترم اجتماع بون مرئاسات هر سيديتن ما وزرا ديتن ما احزاب مزن يعني
حكومات شكل عندنا مبتشن همارة رونشنا أبتش نيرو شيء بيان بيجن يا توقيع هبل يانا بد أبتش تش توقيع ماستر أبتش تشتغي أخلاقي إيش خلقي شنجار باشا قبل سار تشتغي إيه دي إعلامي هذين أقل نبيجي جوي قرمو أم ممنوني والله السلام عليك خالي تكرين سر دانينا قايمة قايمة شنجار آية وآقاهش بيكي هيا هون البيكاري دنا یان کارج دربی دواتی. دزانی کارج درب ما بهتر کردن چی او نه تا قبول کردن. شنگال آخر که شنگال. تشتیل شنگال دهات اش چیه کردن لازم آخر که شنگال مشارکه پی بکد. یعنی تشتیک هیچ بلا برچه به خدا نه اتفاقی شنگال. یعنی مجتمع دولی و عراق و اقلیم کردستان و امم متحده چن هم وسر شغلی چی مانی کاریم بدن فدین خلق شنگال قبول نکر چاقی ما قبول نکر یک نکاری بفردینه ام خلق شنگال مخونا خدایا و ام شنگالینا و قدیا شنگال قدیا ما همایا هچی کار به دعم قدیا شنگال بگیم سعدا قدیا شنگال بگیم دست خود کنه دیز ده هچی به جز تشتگی فردینو شنگال آمنا او غیر تشتم می پرت عمل یک بلی شاه جو مستشار رئیس وزران گدری و گوت گوت هچی دن بتل محافظه بر حقیقی قائم قائم دینی افتش زنی افتش کیت منتقدین دیده به طبقان بس شنگال نای طبقان دن حتا از دی و خلک شنگال ای مهاجر و نازحه ای قرار نای طبقان قبول ناکن یعنی مخیماتا شکر استقلال بکن و مواطن مشکور استقلال بکن خوش نای قبول کرد یا تبری او فت زنی هنگ انسان هیا مع الاسف دیم فقرگل سیری دیا و دیم یعنی تشتگل سیری داد جمیدی نای غیران او تش نامشه بری 2014 و پشتی 2014 نابه یک پشتی عبادت چه بوی پشتی مخونا خدای مشرفا خدای ما ارده خو مال خدای او تش مستحیل دی به طبقان دن او بلا وی تشتی بفکرن نجاحت یتدا هبه می کارن تعامل بگرا بگن بس یک بیج از ایم شنگالا من او از دی تابع من او از حج گوان به از دی هبن حج گوان به شنگالی هبه نینا تش نه قبول کرن ام نه حج دی روانج معاته ما نابوان هاتی خوندین ازم نابچن هما پیبم افتش ای جهره نه قبول کرن جهه داخلی به جهه خارجی